كافانكات تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. هذا المدون او الاعلامي او المواطن العادي كيف ما بغى يخرج، ملي كيخرج يعمل فيديو في الزنقه راه كيسميني انا، كيسمي محمد الشرقاوي ولا كيسمي مقاطعه. طبيعه الحال ما نخرجش نرد عليه بالحق. انا السؤال اللي كضر بالحق، ملي كنوضو حنا نغوتو ولا نهضرو ونقولوا هادشي هذا ماشي معقول وهادشي هذا خصكم تشوفوا لنا شي حل ليه، حد ما كيستجيب لنا. انا في الدوره السابقه انا قلتها، وانا رئيس المقاطعه خصني نبدل البوميه، خصني نعمل طلب لشركه لا مالك ولا مالك تضرب الجماعه والجماعه تعمل لا مالك ولا مالك تقول لا تعطيها النهار فوقاش، ومن تعطيها النهار ترد على الجماعه والجماعه ترد عليا 12 شهر تفهمنا. اذا البوميه صار عنده بوميه في شهر. الا خصني نبدل الحاويه من موطع نبدل الموطع اخر، خصني عاود نعمل نفس السيركوي، خصني نعيط على الجماعه راس الجماعه وراس الجماعه راس العاوت ميكومر وميكومر تعطيها الموافقه. هذه غير باش ننزل على حاويه من حاويه الموطع تفهمنا استاذ. يعني المشاكل هادو من النقطة الأولى ديال النظافة، النظافة مكلفة بها أستاذة فاطمة الرتيتبي، تفويض نقدر نقول لك شفوي، حيت أصلا النظافة ما مفوضاش معنا من الجماعة، كاين إكراهات كبيرة كتمر بهم مدينة طنجة، لا يعقل كيجي السائح من مدن أوروبية يدخل مدينة قديمة يدخل مشي هذا يجبر تراكم الأزبال يجبر هذاك الشيء هذا كيعود بالضرر على مقاطعة طنجة المدينة مواطن أو السائح ما كيعرفش الجماعة. وبالتالي حنايا كنعانيو بزاف من هاد القضية هذه مع الجماعة. وخلال الدورة السابقة اللي كنا هضرت فيها مع سيد العمدة المحترم كنت هضرت لهذا هذا، أنا كرئيس مقاطعة ما نقدرش نحول حاوية من حاوية بدل حاويه الموضع اخر ما عنديش الحق. انا كنعيط للشركه باش تمليتي كتقول لي حنا عندنا اتفاق مع الجماعه، ثم غير معنيين بهذا هادشي طرحنا هاد المشاكل هادو عين ما نطرحوهم باقي كنطيحوا فيهم لحد الان. نتمنى هادشي هذا على الله يتحسن في هذا الوقت هذه وفي هذه الظرفيه هذه خاصه وحنا مقبلين على عيد الاضحى، خصنا ضروري نخدموا العلوي تفيد، خصنا العمله خصو يستجيب لنا لهاد المواضيع هادو.